لبعض الانواع ديال الشكل ديال الخصيه كيقدروا تبان عند الوليدات وهما مازال صغار. فهادشي علاش بغينا اليوم الامهات والاباء حتى هما يكونوا واعيين بها. عاده عند الوليدات الصغار عند الذكور كيفاش كيكون الشكل ديال الخصيه، وفوقاش الام ولا الاب يقدر يعرف باللي داك الوليد راه عنده مشكل على مستوى الخصيه. الوغ منذ الزياده خاص الاب ولا الام تبقى تقلب هذيك. نعم، في اليوم الاول حنا تنعرفوا راه تيكون فحص ديال الطبيب. اييه، ومازال يعني هما مازال في المستشفى. داكوغ. نعم، دونك خاص ضروري فحص طبي ومواظبه مع الطبيب ديال الاطفال. أيه. لان بعض الاحيان كيكون هذاك الخصيه كتبقى معلقه. المعلقه اي كتكون داخله لداخل. نعم، في هذه الحاله خاصه يبادروا ويتشخص المشكل مبكرا باش يتعالج، لان الا بقى توصل لمرحله البلوغ هذيك الخصيه كتصاب بضمور. هذاك الطفل كيمشي له داك المصنع اللي كينتج الحيوان المنوي. أيه. هذا ديما الاباء. أيه. والام والاب يعني هما تيبدلوا مثلا الكوش ديال الوليد دائما يشوفوا. أيه. واش الامور كامله عاديه.